وحتى في صحيح البخاري نماذج كثيرة أكو من اللعن إذا حبيته أحببته راجعوها من جملة هذه النماذج هو النموذج المذكور في حديث أربعة آلاف وتسعة وستين طبعا صحيح البخاري عند الخط الآخر كله يعتبر صحيح، وأصح كتاب بعد كلام الله سبحانه وتعالى، في هذا الحديث يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نضيف واله اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخيره من الفجر في الركعه الثانيه من صلاه الفجر عندما كان النبي صلى الله عليه واله يقوم يقول وعلماء البلاغه يقولون ان الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، لاحظوا كتب البلاغه يقول وبالذات مع كلمة بلي إذا رفع رأسه يقول يعني مو مرة واحدة مرار متعددة النبي صلى الله عليه واله في صلاته كان يقول اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلانا النبي كان يقول فلانا اللهم العن فلانا اذا النبي كان يريد يبهم كان يقرا في نفسه كان يلعن افراد معين ولكن مقص الرقيب بدل كما يبدو الى فلان وفلان اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي صحيح البخاري انتم اذا حبيتوا موارد اللعن في صحيح البخاري من هذه الطبعه المفهرسه المجلد الخامس موارد كثيرة في لعنه، شوفوا مادة لعنه. لعن الله أو لعن رسول الله، يمكن في هذا الموقع فقط لعله 15 موقع أو أكثر، في هذه الطبعة في صفحة 308. طبعة دار الفكر. فإذا اللعن موجود في القرآن الكريم، موجود في صحيح البخاري، موجود في الأحاديث النبوية، فإذا اللعن لا يمثل مشكلة، واحد يلعن أعداء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان هذا ما يمثل مشكلة في القرآن الكريم حوالي أربعين مرة تكررت كلمة اللعن أربعين مرة لعناوين متعددة <applause>